قولي لي يا دكتورة، ايوه مع حضرتك. اللي حواليكي بنت عروسة كانت بتقول لك ايه اللي انت بتعمليه ده؟ كانت بتقول لك ازاي هتتجوزوا كده وتبنوا انتوا الاثنين حياتكم كده؟ ده ما بيحصلش حوالينا. حد قال لك كده؟ بيسموه في علم النفس ضغط المجتمع. اتقال لك الكلام ده ولا ما اتقالكيش؟ لا هو اتقال كتير والله، يعني اتقال كتير قوي قوي، بس انا يعني ما كانش فارق معايا حاجه، هي القايمه مش مسببه لي اي، يعني لا مسببه لي سعاده ولا مسببه لي تعاسه، يعني هي مش موجوده اصلا. هو انا وانا بشتري الحاجات، وانا بشتري جهازي كنت بقعد احوش لبابا الفواتير واقول له عشان القايمه، عشان تعب يعني. فهو كان بيقعد يقول لي انا مش كفيل لك قايمه. فانا حتى في مره بقول له طب انت هتكتب لي الذهب في القايمه ولا مش هتكتبه؟ فقال لي ربنا يستاهل. فانا على فكره انا اتفاجئت بالقايمه زي محمد، يعني انا اصلا ما شفتهاش غير بعد ما محمد مضى عليه. اتفاجئت انه ما فيش قايمه، يعني ما كان، ايوه ما كانش حد يعرف عنها غير باباها بس. انت لما رحت اتقدمت بتقول لك مضى؟ لا يعني لا لا هو اتمضى، بتقول ما شفتهاش الا محمد مضى على ولا مضى عليها، مضى على ولا حاجه، وبيقولوا اتمضى على انه مفيش قايمة، اتمضى على انه مفيش قايمة، صح؟ لا اتمضى على من يؤتمن على اتمضى على قايمة اللي هي الجملة، الجملة دي على الجملة بس، جملة اتمضى على ولا حاجة. دي الإمضاء. أنا كابس على نفسي سؤال، اسأل. عايز أسأله بأي طريقة للدكتورة. اتفضل. الأستاذ شريف سأل حضرتك في بنات قالت لك ما ينفعش كده، مش ما ينفعش كده، أنا سؤالي البنات اللي كانت بتقول لك ليه كده وترخصي بنفسك وبببببب، كانوا بينصحوكي ولا كانوا ناويين يفركشوها؟ ده اللي يهمني في الموضوع. أنا مش عارفة نيتهم بصراحة. بس خلي بقى الأعمال خير. قول لي يا باشمهندس، قول لي أنت لما يعني اتفضل أستاذ شيرين، أول ما قعدتوا ما اتكلمتوش بقى في الشروط و الشقة تبقى كذا وفي المكان الفلاني والمهر كذا، يعني قول لي الجو اللي انتوا ربنا تمم لكم فيه بخير كان ماشي ازاي؟ لا هو في البداية اصلا ساعة ما تقدمت في البداية بعد وانا بتقدم عشان الخطوبة يعني وكده، هو في لما جينا اتكلمنا احنا علينا ايه وانتوا عليكم ايه، هو والدها قال لا يعني اللي انت عايز تفرشه في شقتك افرشه، واحنا برضو اللي هنجيبه برضو نجيبه، وزي ما قلت لك كده يعني انا جبت كل عفشي وكل حاجتي وهم برضو جابوا كل اجهزتهم والحاجات اللي العروسه بتجيبها عندنا يعني اللي موجوده هنا حوالينا. سؤال مهم، والنبي مش ان احنا فرضنا على بعض حاجه، مفيش حاجه اتفرضت على حد، يعني مفيش طرف فرض على الطرف، لا مفيش حد فرض على التاني حاجه. لا خالص. طب الدكتور خالص. مبروك، عايز يسالك الامور الحمد لله كانت ماشيه كلها. اتفضل سؤال يا حماده. انا هتجنب جبت ايه وهو جابه ايه والبساطه وعدم القايمه، كيف كانت الحياه من يوم الجواز لهذه المومنت؟ لا والله الطبيعي يعني في اوقات إيه؟ برضه في شد وجذب بيننا، في شد وجذب بيننا وبين بعض، بس احنا من البدايه احنا متفقين انا وهي شد ان وجزب. اي حاجه او اي خلاف يحصل بين بتشد معاه ليه يا بنور؟ طبيعي اللي بيحصل ممكن. انا اللي بشد بصراحه. بتشد ليه؟ عايزاه يوفر اي حاجه. متفقين من البدايه اصلا ان اي حاجه تحصل بينا تبقى بينا، لا تطلع هنا ولا تطلع هنا، لا تطلع عندي جماعه هنا ولا تطلع عندي جماعه هنا، كل امورنا او اي حاجه بتحصل بينا تتحل ما بيننا، فده يعني مسهل علينا كتير الحمد لله يعني. وهل ده معناه انه برضو يعني ده بسبب طريقتكم في الجواز انه ما قابلتوش ضغوط وتوتر، ولا انا غلطان يعني؟ لا احنا في برضه انت بتقابل ضغوط برضه، بس طبيعي يعني الحمد لله مع بعض الطبيعي مع بعض بنتجاوزها يعني. مفيش حمل زي ما انت بتقول، حمل زياده فوق طاقتك لا انت فرضته عليهم ولا هم فرضوه عليك. لا 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 ما انا زي ما قلت حضرتك كده مفيش حد فرض على التاني حاجه خالص يعني. يا دكتوره. ايوه ان شاء الله ربنا يديكي طول العمر والصحه والجواز السعيد كده، هتربي بنتك بنفس الطريقه برضه صح؟ هو انا هربيها زي ما تربيت، بس الموضوع القايمه ده مش عارفه بابا يعمل في ايه. بس هي مش هيعمل لها قايمه زيي برضه. زيي برضه. مش هخليها يعمل لها برضه.